بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا تقدم بهذا الكورس، المحاضرة الأولى من هذا الكورس اللي هو Introduction to Programmable Logic Controller، كعنوان الأول تقريبا أربع محاضرات هي Introduction to Programmable Controller. الكورس prepared by محمد أستاذ محمد المجبري، ومخصص لكلية التقنية الكهربائية. شنو هو الـ PLC أو الـ Programmable Logic Controller؟ كيف ما تشوف هنا عندنا اللي هو الـ PLC. موجود في النص، هو هذا الجهاز، هذا 1 2 3، هذين الثلاثة أنواع من الـ PLC على حسب الحجم بتاعهم. فشنو وظيفتهم؟ عادة الـ PLC يكون مزود بتاتش بانل، وممكن يكون من غير تاتش بانل كيف ما أنت تبي. يجلنا يصدر له أوامر تشغيل وإطفاء عادة من يعني الـ Supervisory Control، عادة يكون User يقدر يتحكم فيهم. فهذه يسموه في التحكم عن بعد، عن طريق شبكة توصيل، هذا يكون عن طريق الشبكة، والشبكة ممكن توصل الـ PLCs ببعضها، ممكن توصل الـ PLC بالسكيدا، ممكن يعني في عدة أنواع من الشبكات. عموما نحن موضوعنا في هذا الكورس مش الشبكات وليس السكيدا، موضوعنا الـ PLC نفسه. لو تبي يتحكم في منظومة معينة، شنو عندنا، شنو من الممكن الـ PLC يتحكم؟ طبعا الـ PLC حندخله فيه برنامج، والبرنامج حيتحكم في عدة مخرجات خاصة بالصناعة. طبعا هو جهاز يستخدم في الصناعة، مهيئ للصناعة، يقوم بما نسمه فيه اللي هو التحكم 24 ساعة بدون توقف، يعني ما عندش نهاية. إلا إذا كان عطل، طبعا في حالة العطل فقط ممكن هو يطلع، ممكن يكون قاعد في المين بروجرام يطلع إلى بروجرام جانبي، ممكن جدا لسبب معين، لكن هو مصمم أنه هو يعمل 24 ساعة. عموما عندنا حاجة نسمو فيها Limit Switch. Limit Switch هذا يعتبر مدخلات للـ PLC. Limit Switch هو عبارة عن مفتاح عادة يوضع على باب، ممكن يوضع على باب، ممكن يوضع على أي شيء في المصنع، ممكن يعني ممكن مثلا في بعض الأشياء يمرن ويقدر يضغط على Limit Switch فيعطي في على يعطي نبضات للـ PLC فيبين، فبناء عليه لو الـ PLC عد هذه النبضات يقدر يعرف كم مرة خطمت الأشياء هذين. طبعا هنا موضوع هذين حنشرحهم بالتفصيل. وعندنا الحساسات بصفة عامة، ممكن يكون ضوئي، ممكن يكون مغناطيسي، ممكن يكون حراري، ممكن يكون حساس. طبعا هو تعريفه يحول الظاهرة الفيزيائية إلى كهربائية بصفة عامة. طبعا الحساس هذا ضروري أن يكون في حاجة نسمو فيها ترانسديوسر، يعني سنسور أو ترانسديوسر، يعني بالنهاية أنك أنت السنسور ما تقدرش تلقى مباشرة على الـ PLC، أنت محتاج إلى عملية موائمة. الحساس هذا ممكن يكون انفراريد، وحناخذهم بالتفصيل الأشياء دي. الموتور طبعا هذين الموتور يعتبر اوتبوت، الـ PLC برضو ما يعطيش اوتبوت للموتور مباشرة، فهو محتاج الى كونتاكتر في الطريق، يعني الـ PLC ممكن يدير يفعل الكونتاكتر، الكونتاكتر يشغل الموتور بتوصيلة معينة، توصيلة كهربائية معينة. سولونويد فالف كذلك ممكن محتاج الى ريلي باش تقدر تشغل سولونويد فالف على حسب نوع الفالف. وفي بعض الفالفز يعني ياخذ مباشرة من الـ PLC، طبعا مصممات مثلنا يتحكم فيه الـ PLC. اللايتس
يعطيه مباشرة بي ال سي. البازر اللايتس طبعا هن انديكيتورز. البي ال سي يقوم بمحل ما نسمو فيه يعني مثلا تشغيل اللمبة الخضراء في أثناء تشغيل مثلا المصنع، يشغل لك اللمبة الحمراء أثناء إطفاء المصنع، هذا يبين. ولمبة مثلا لونها كذا، هذه لها علاقة مثلا بحركة السير، لمبة لونها كذا لو رمشت معناها في ايرور سير أو فولت فيوقف المصنع وهكذا. يوقف المصنع مش معناه واقف البرنامج، بالعكس هو يخدم، لكن دخل على مرحلة ثانية. شنو هو البازر؟ البازر مثلا انت تبي تدير لو صار خطأ معين، تبي صوت معين، تبي صوت عالي، عشان لو المستخدمين مش منتبهين شنو حيدير؟ يدير صوت كيف الالارم يعني متعرف عليه، فبالتالي شنو حيصير؟ ينتبهوا ان في خلل ما. طبعا هذه الفانكشن بتاع البي ال سي. البي ال سي يستقبل من سنسورز، ممكن الاوتبوت بتاعه يكون موتور، اي شيء سيستم كامل. هنا شكله يبدو انه تشغيل الجنريتر، تشغيل اي سيستم موجود. يعطي لامز او انديكيتورز. من الممكن يكون الانبوت بتاعه عن طريق حساسات، مثلا هذه هنا عندنا اللي هو نقول لها انفراريد سنسورز، فوتو ايميتر وفوتو ديتكتور. فبالتالي لما يقطن، طبعا هذا ما خط انتاج، فشنو وظيفة السنسورز هذين؟ يعطن في نبضة للبي ال سي اثناء مرور البقلاوة. ممكن تقول نبضة او انقطاع نبضة او انقطاع سيجنال. طبعا هو البي ال سي يستقبل 0 او 24 فولت في حالة الديجيتال، وفي حالة الانالوج طبعا مش هنتكلم عليه انتو بعدين شوية. فهو مثلا لو قلت لي بالشكل هذا، هي يعني تقدر تقول ان السيجنال هذا السنسور يشتغل على الزيرو، ممكن تقول لي يشتغل على الوان. شو معناها يشتغل على الزيرو؟ يشتغل اكتف لو المقصود بها لو وجد الصندوق فحيعطيك زيرو. لو قلنا اكتف هاي، لو وجد الصندوق شنو حيصير؟ حيعطيك واحد. فبالتالي بالطريقة هذه تقدر تعرف الصناديق هذين. البي سي يقدر يعد عدد متاعهم، او ممكن بعد عدد معين يبي يوقف الخط ويدير عملية تعليب للصناديق هذين مع بعضا في ماكينة ثانية بتشتغل، او كل بعد عدد كذا في ماكينة حتدير شغل معين وهكذا. وبالإضافة انك انت تبي تعرف خط الانتاج كم انتج في نهاية اليوم، فهو حيعطيهن لكي، وحيعطي لك على اللي هو سوبرفايزري كنترول كمبيوتر. انت محتاج المعلومات هذين دائما اونلاين. هذين نسمو فيهن سمول بي ال سيز. النوعية هذه S7200 configuration، هذه خاصة بشركة سيمنز. جميع الشركة من عادة المايكرو بي ال سي والميديوم بي ال سي تلقى جهة خاصة بالانبوتس وجهة خاصة بالاوتبوتس، تختلف على طبعا هن المايكرو والسمول بي ال سي. هذا بالضبط لعند السمول، لكن من ميديوم والميديوم واللارج والفيري لارج بي ال سيز حيقدن مواضيع الانبوت والاوتبوتس عبارة عن كروت حسب الاحتياج. عموما هنا يجنك مع مجموعة من الانبوتس ومجموعة من الاوتبوتس، تقدر تزيد كيف ما تبي على هيئة كروت، والكروت هذين ممكن يكون انبوت اوتبوتس وهكذا، وهن محدودات. طبعا هذا يسمو فيه التصميم او الكونفيجريشن، هذا يكون عادة في المايكرو وسمول بي ال سيز. طبعا ال 7200 بي ال سي صغير جدا، ما عادش نتذكر يعني معدود، لأن عدد الانبوتس والاوتبوتس حيكون معدودات. هنا عادة هذا موجود عندي بروجرامينج بورت، اللي هو مدخل خاص بما نسمو فيه أو وصلة من المدخل هذا. عادة حيكون عندك أدابتر. أدابتر شنو هي؟ تحويلة
التحويلة توصل بهذه النقطة، عشان التحويلة هذه توصل بالكمبيوتر، عندك سوفت وير على الكمبيوتر، وبعدها مباشرة حيتقدر تنزل البرنامج متاعك. طبعا البرنامج يصمم على الكمبيوتر ويتنزل على البي ال سي، والبي ال سي يقوم بعدها تفك الكمبيوتر، والبي ال سي حيقوم شنو بعملية تشغيل البرنامج. لو علقت الكمبيوتر ممكن جدا انك انت تشوف شنو ساير في البي ال سي وشنو ساير في البرنامج، في البرنامج متاعك اللي هو موجود او السوفت وير اللي موجود على الكمبيوتر. الكلام هذا كله تقدروا تشوفوه. طبعا هذين الرموز بتاعت سويتشز كانبوت، وهذين الاوتبوت اللي هنا واضح ان هنا ميكسر، خلاط، هذا موتوري، هذه لامب، وهكذا. فجهه للاوتبوت وجهه للانبوت، والانبوت هذين على حسب التفعيل او عدم التفعيل بتاعهم موجود عند الليدز. ليدز يبين ان الانبوت فلاني، طبعا هنا رقمات 0 1 كذا، حنشوف التقييم تاعهم حنتكلم عليهم بالتفصيل. والاوتبوتس كذلك حيكون نحن ما نسمو فيهن مرقمات وموجود عند الليدز. طبعا البي ال سي شنو وظيفته؟ يقرا الانبوتس، يشوف في البرنامج او ينفذ البرنامج، وبعدين شنو حيدير؟ ريفرش للاوتبوت. لما يدير ريفرش للاوتبوت حيعطي امر شنو حيقرر، ومن يكون زيرو ومن يكون وان. طبعا بداية شرحي للبي ال سي وهذا الكورس كله بصفة عامة يتكلم على البي ال سي ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت. موجود نحن عندنا الانالوج انبوت انالوج اوتبوت موجودات، لكن هذين يقولوا لهم في ادفانسد كورسز، مش في هذا الكورس يعني. على حسب الكتب او ما يقرن عليه ان البي ال سي اخترع في 69، او في اول بي ال سي اشتغل هو كان في 69. البي ال سي شنو هو؟ هو سوليد ستيت الكترونيك ديفايس ذات بروسيسز داتا ان اكوردنس وذ ا سيت اوف بروجرامد انستراكشنز. PLCs have been coming into wide use both to replace electromechanical control devices such as relays, timers, and drum switches, and to provide control functions that are beyond the capacity of the control provided by electromechanical means. ماذا يعني هذا الكلام؟ ان PLC اخترع اساسا، هو طبعا solid state device، يقوم بمعالجة البيانات بناء على البرنامج الذي يصمم له. البي ال سي لماذا استخدم بشكل واسع؟ هو استخدم بشكل واسع لاستبدال أنظمة اللي هن اللي نسكولولن الإلكتروميكانيكية أو الكهروميكانيكية. كهروميكانيكية طبعا الكل يعرف الريليش. الريليش شنو هو؟ شنو فكرته؟ فكرته عبارة عن كويل وفي قالب مغناطيسي، ممكن كن قدرنا نرسمه، ممكن بن، حيكون عندي كويل بالشكل هذا بالماوس، طبعا الرسم صعب، عندي قالب مغناطيسي داخل الكويل بالشكل هذا، وبعدين عندي السويتش بالشكل هذا. هذا الريلي، التيار يمر من هنا، طبعا يمر عن طريق الكويل، يتمغنط القالب المغناطيسي، حي شنو حيدير؟ حيسكر المفتاح، غاب التيار حيفتح المفتاح. طبعا في موجود عندي نورمالي اوبن نورمالي كلوز، ما فيش اي اشكالية. ممكن يكون المفتاح هذا، يعني تخيل معي مكان هذا المفتاح يكون بالشكل هذا، اول ما يشتغل القالب المغناطيسي يفتح، فانا حيكون في الحاله هذه نورمالي كلوزد. نحن نقول له وضع الطبيعي نورمالي كلوزد، وهنا نقول له نورمالي في الحاله هذه اوبن. anyway هذا المنظومه هذه نسمو فيها الريلي، المنظومه هذه نسمو فيها الريلي.
تمام. هذا الريلي التايمر شنو هو؟ هو اللي موجود عندنا مثلا يستخدموا فيه، مشهور جدا يستخدموا فيه في بير السلم تاع العمارات. يعني شنو يديروا وانت راقي للسلم تاع العمارة، تضغط عليه مفتاح مثلا كيف عمارات 7000 عندكم في بنغازي، تضغط عليه مفتاح يشتغل اللمبات لمدة مثلا 5 دقائق كذا، اي ولا لك تضيع مدة 5 دقائق، ما لكش محتاج انك انت تطفي التايمر، هو اللي يقوم بعملية الاطفاء. لو احتاجته 5 دقائق اضافية تضغط عليه اول مفتاح عندك هيشتغل. شنو الفكرة متاع؟ طبعا يشتغل ميكانيكي. طبعا لاحظوا معايا بالنسبة للريلي في موجود من عنده جزء كهربائي وجزء ميكانيكي. الريلي راهو التيار يمر في الكويل ويمغنط في القالب، والقالب يقفل او يفتح المفتاح. على فكرة ما نبيش نتكلم على عيوب، شنو هن عيوب الريليز؟ الريليز طبعا من كثرة الفتح والقفل شنو في النهاية بكر حيصير له عملية اللي هو يسمى في باد كونتاكت. هذه اللي موجودة في الكهربائيات بصفة عامة، لكن لاحظ معي انه عندك حركة ميكانيكية، والحركة الميكانيكية عادة ما تكون بطيئة بالنسبة للإلكترونية بشكل كبير، أبطأ بشكل كبير. التايمر كيف يصير؟ التايمر الميكانيكي هو عبارة عن مولة، في بعض الأحيان يكون هو عبارة عن مولة تحرك يعني شنو يصير، وبعد تفتح بشكل نهائي حتلمس ملامسات، والملامسات هذين حيغير الحالة من ستيت من اون الى اوف. لكن هذين اللي يسمو فيهم التايمرات الميكانيكية. طبعا الفكرة ان ما نسمو فيهم العناصر الكهروميكانيكية هن صحيح كان يحل في مشاكل، وكان هن بداية الصناعة هن المحاكمات، هن اللي بيتحكمها، لكن في الوقت الحالي ما هنش عملية اطلاقا. يستخدموا فين لرخ السعر؟ لو انت عندك دائرة كنترول صغيرة جدا ممكن جدا تستخدم اللي هن ما نسمو فيه الالكتروميكانيكال ديفايس. لكن في لما يتعقد عندك البرنامج وتبي عدة يعني عدة خطوات للتمثيل، فالمفروض انك انت تستخدم البي ال سي. ليش تستخدم البي ال سي؟ لان البي ال سي هو حجمه واحد مهما كان كبر البرنامج. فاذا كان كبر البرنامج، يعني اذا كان برنامجك طويل جدا او انك انت عندك عدد كبير من انبوتس وعدد كبير من اوتبوتس بالشكل هذاي، فانت ما انكش محتاج الى عناصر كبيرة. التايمرز والكاونترز وجميع يعني في جميع النشاطات تقدر تديرهم في البي ال سي نفسه بدون ما انك انت يعني تحتاج. طبعا هو ما يستغلش، هلين هناك امثلة ريلي تايمرز، لكن ما زال فيه الفالفز ويشتغل بانظمة سمو فيهن اللي هن بالنيوماتيك، بضغط النيوماتيك والهايدروليك، طبعا ضغط الريح وضغط الزيت. هذا بالنسبة للإلكتروميكانيكال كنترول ديفايس. فهو نظام عندنا يعني عنده نشاط معين، عيبه ان لما تدير به برنامج ممكن تبي تمثل البرنامج يطلع لك حجمه كبير جدا، حتى تلقاه ممكن ياخذ منك مساحة دار مثلا 5×5. لما تجي تستبدله بالبي ال سي حيكون هو عبارة عن بي ال سي مساحته شو نقول لك ممكن كبر اللابتوب، ينهي البرنامج كان يدير فيه الكتروميكانيكال كنترول ديفايس بحجم كبير جدا، ممكن حجم غرفة. عموما هذا من الأسباب اللي أدى إلى استبدال المنظومة اللي هي ما نسمو فيها الإلكترو ميكانيكال ديفايس. The programmable logic controller PLC is a special form of microprocessor. يعني هو في النهاية بكل هو microprocessor، لكن that uses a programmable memory، يعني عنده memory to store instructions and to implement functions such as logic sequencing, timing, counting and arithmetic.
in order to control machines and processes. الفكرة ان الـ PLC هو عبارة عن special form of microprocessor. ليش مستخدم microprocessor based computer؟ بعدين حيجينا المقارنات حتعرف ان شنو الفرق بين ليش هو special form. special form هو على فكرة ان احنا بداية نقوله ان هو يقوم بجميع الوظائف اللي كان يقوم بهن الالكترو ميكانيكال كنترول ديفايس. كانت قبل يعني الكلام هذا لعند ممكن قريب يعني شو نقول لكم من قبل 20 سنة كان مازال يستخدم الالكتروميكانيكال كنترول ديفايس. في الوقت الحالي برضو يستخدم لكن في شنو في البرامج الصغيرة بحكم انه هو احيانا يجي على حجم البرنامج عندك حجم صغير تقدر تستخدم الالكتروميكانيكال ديفايس. وبعدين في يعني خلينا مش نتكلم على حالات خاصة جدا. طبعا البي ال سي جاء استبدال لهذه المنظومة وهو عبارة عن مايكروبروسيسور بشكل خاص مش مايكروبروسيسور عادي. فالمايكروبروسيسور هذا فيه عدة وظائف كان موجودة في الالكتروميكانيكال كنترول ديفايسز مثل التايمينج كاونتينج العملية الحساب. لكن طبعا ضاف وظائف جديدة. طبعا سيكونسينج هذه مقصود بها ان البرنامج يترتب على هيئة خطوات تايمينج كاونتينج وهكذا. يعني تقدر تدير خطوات برنامجك على هيئة خطوات. مثلا تبي المصنع والله يفتح على خلاط يفتح على خزان وبعدين يشغل كذا وبعدين يدير كذا يعني على سيكونسينج. يعني انت عندك سيكونس معين تمشي عليه. اللوجيك طبعا اللوجيك فانكشنز هذين كلن يمثلوا فين في الالكتروميكانيكال ديفايس. فهذين كل الموجودات الالكتروميكانيكال فالبي ال سي موجوده عنده برضو. واضاف لنا عمليات اخرى اللي هن نقولوا الاريثماتيك يعني العمليات الحسابيه. ما كانش من الممكن انك في الالكتروميكانيكال كنترول ديفايس تقدر تضيف الا اذا كانك ضفت بي ال سي للالكترو او مايكرو بروسيسور الالكتروميكانيكال ديفايس عشان تقدر تدير عملية حسابية. بعدين البي ال سي عطاه امكانية انك انت ممكن تخزن بيانات في الالكتروميكانيكال ديفايس. تخزين البيانات لا يمكن الا اذا كانك استعنت بالمايكرو بروسيسور. يعني تبي فهي الفكرة ان الجيل هذا يعني من الحاكمات استبدل الحاكمات السابقة مع حفاظنا بالحاكمات السابقة في بعض الحالات. يعني ممكن جدا نرجع لهم كيف ما قلت أنا. فهنا كلهن مهمات جدا. البي سي يقول لك first it receives input or information from the equipment to be controlled. يعني في البداية بكر البي سي حيستقبل inputs أو معلومات. المعلومات هذه نجيبها فين اللي هن من يحضر من اللي يرسل هذه المعلومات. هن الحساسات هن المسؤولة على إرسال هذه المعلومات. ومن اللي يرتب هذه الحساسات طبعا كلها على المبرمج. المبرمج هو اللي يعد البرنامج. هو اللي في المصنع هو اللي يصمم الحساسات كما يشاء. إذا كان المصنع جاء مصمم واتي عادة يستعينوا أصحاب المصنع يعني عادة هم يشتغلوا بالشكل التالي. حد تقصى حساسات حد تقصى PLC وهكذا. لكن اللي متخصص PLC لازم يعرف الحساسات واللي صاحب الحساسات لازم يعرف كيف يستعمل اللي هو ما نسمه فيه صاحب الحساسات. يعرف كيف يستخدم PLC كذلك يعرف عنده فكرة عن PLC. عموما الحساسات هذه ضروري تقعد عندك عليها فكرة وتعرف كيف تزرعها وتعرف كيف كذا. عموما تعرف أمتى استخداما أمتى تستخدم هذه. يعني عموما الحساسات هذه يرسلن لك معلومات من المصنع إلى البي ال سي والبي ال سي بعدين بناء على البرنامج it then evaluates these inputs in accordance with its user program. يعني أنت متخزن برنامج في البي ال سي فبناء على البرنامج شنو حيدير. And next, it generates outputs. يعني شن حيدير؟ حيدير generation للoutput that are used to provide the desired controlled action. طبعا بناء على مدخلات الحساسات
حيعطيني شنو، حيدخل على البرنامج وبعدين البرنامج يقرر شنو حيكون كل اوتبوت، كل اوتبوت بالشكل هذا. هيك يشتغل البي سي وبشكل مستمر، بحيث انه حيشغل كل اوتبوت وبعدين شنو حيدير، يرجع ويقرا الانبوت مره اخرى. بيزك بي ال سي اوبريشن. هنا مبينين ان البي ال سي هو فيه سنترال بروسيسنج يونت، في اوتبوت موديولز، انبوت موديولز، بروجرامينج ديفايسز، اوبريتر موديول. اللي يستخدموا في مصطلح موديول هنا هي شركه سيمنز. عموما انبوت كارد، اوتبوت كارد، والسي بي يو سنترال يونت، هذه المقصود بها ان هذا في النهايه بكل البي ال سي تقدر تقسمه الى بلوك دايجرامز، انه هو في وحده معالجه، وحده ادخال صحيح، ووحده اخراج. وعندنا بروجرامينج ديفايس، هذا موجود بشكل مؤقت. عشان شنو؟ عشان يدخل اللي هو نحن ما نسمه فيه البرنامج. ما هي مزايا البي ال سيز؟ البي ال سيز ار سيميلر تو كمبيوترز، بات وير اس كمبيوترز ار اوبتمايزد فور كالكوليشن اند ديسبلاي تاسكس، PLCs are optimized for control tasks and the industrial environment. الفكرة أن شنو الفرق بين PLC؟ طبعا أنا أقول لك PLC نفس الكمبيوتر، الكمبيوتر مش طبعا، هو يقول لك قريب من الكمبيوتر. في النهاية بكل موجود معالج في الكمبيوتر، وهو عنده معالج رام، موجود رام، عنده رام برضو، موجود عندك هارد درايف انت في الكمبيوتر. هو شنو مستبدلين بماذا؟ بالفلاش ميموري. الهارد درايف تخزن عليه بياناتك، تخزن عليه الاوبريتنج سيستم، وهكذا موجود عندك الروم. الروم طبعا يعني باش نتكلموا بالتفصيل على الكمبيوتر شنو الفرق، ليش الروم موجوده. الروم هي اللي موجود فيها البيزك بروجرام او البيزك سيستم، اللي هو مبنيه عليه الماشين، عشان في برنامج ينطلق في بداية تشغيل الكمبيوتر عشان يقدر يشغل لك الويندوز، ويقدر يشغل لك او اللي احنا الويندوز اللي نقول لها الاوبريتنج سيستم، سواء كانت ويندوز او لينكس او يونكس عموما او اي نظام اخر. الكمبيوتر اوبتمايزد فور كالكوليشن اند ديسبلاي تاسكس. طبعا الكمبيوتر هو شنو؟ لاحظ معي انك انت استخدمت هذا الكمبيوتر، هي عملية حسابات وعرض على الشاشة. لو قلت لي أنا ما نستخدمش الحسابات، كل شيء بحسابات، تشغيل أي برنامج هو عبارة عن حسابات، يعني تشغيل مثلا الفيديو جيمز كلها حسابات، وكويشنز يعني كلها مبنية على حسابات، وبالتالي وكل شيء تشوف فيه مري. البي ال سيز مش مطلوب منا أن نحن نعرضه أي شيء، فهو عبارة عن موضوع تحكم في ماذا؟ في الاندستري انفايرمنت. الاندستري انفايرمنت هي بيئة الصناعة، مهيئة لبيئة الصناعة. طبعا لو جيت جبت الكمبيوتر وقلت لي نبي ندير به عملية تحكم، انت معناها ما تحتاج الى انك انت تحوف الكمبيوتر عشان يقعد. بالعربي يعني انت ليش ما تاخذ البي ال سي اللي هو كمبيوتر محور اساسا. عموما Rugged and designed. شنو هو المزايا البي سي؟ Rugged and designed to withstand vibrations, temperature, humidity and noise. وهذه من أهم الخصائص اللي يميزان البي سي على الكمبيوتر، أو نحن ما نسمه فيه، لأنه موجود عندنا مايكرو بروسيسر كنترولر. يعني ممكن ندير كنترول للمصنع عن طريق المايكرو بروسيسر، لكن شنو اللي يميز البي سي على الكنترولرز اللي هن المايكرو بروسيسور او الاشياء الاخرى، يعني اللي هن الالكترونيك ديفايسز الاخرى؟ هو الكترونيك ديفايس صحيح انه هو سوليد ستيت ديفايس نهائي، لكن مصمم ومحطوط في حافظه تخليه انه هو يصمد امام الحراره والرطوبه والضوضاء. طبعا الضوضاء نتكلموا على يعني جميع أنواع الضوضاء، سواء كانت راديو، سواء كانت اللي هن نسمو فيهن موجات كهرومغناطيسية، مثلا كيف موجود في شركات الكهرباء اللي هن جنب قريب من جنريترز أو الأشياء كيف هذين. وبرضو إن هو
يصمد في من ناحيه الفايبريشنز. انتم عارفين بالكمبيوتر او المايكرو بروسيسور صعب جدا انه يصمد في هذه البيئه. فهذه يسمى فيها بيئه الصناعه. هو مصمم انه هو يصمد في بيئه الصناعه. طبعا have interfacing for inputs and outputs already inside the controller. هنا الانترفيسنج شنو هو؟ انك انت تبي تدير يعني في النهايه لو عندك سويتش وتبي المعلومه مثلا سكر فتح، هذا بابسط مثال، والسويتش هذاي تبي توصل المعلومه هذه للمايكرو بروسيسور، هذا هو عشان المايكرو بروسيسور بناء على البرنامج بيقرر، سواء يعني السي بي يو السنترال بروسيسنج يونت. فشنو محتاج انت؟ محتاج الى حاجه يعني السويتش هذا يعتبر كيف السنسور، سنسور يعتبر ابسط انواع السنسور، اللي هو طبعا يقطع ويسكر. طبعا احنا السويتش بيدير بيقطع ويسكر التيار الكهربائي، لكن برضو انت محتاج الى دائره موائمه. ليش الانترفيسنج؟ انترفيسنج ليش؟ لانك انت بتستخدم مصدر جهد، والمصدر الجهد هذا بيطلع تيار، والتيار هذا يمر من خلال السويتش. فانت محتاج الى انترفيسنج، لان عاده المصدر متاعك هذا مش حيكون نفس المصدر اللي يستخدم فيه اللي هو المايكرو بروسيسور اللي داخل البي ال سي، او اللي داخل المايكرو، او اللي داخل الكمبيوتر، او اللي داخل يعني بشكل هذا. فشنو حيصير؟ انت محتاج الى دائره في النص موائمه نحن نقولنا. فممكن في بيئه الصناعه دائما يستخدموا في ال 24 فولت دي سي، 24 فولت اي سي. طبعا 24 تعني 1 والزيرو فولت تعني 0. فاللي ساير ان الاشاره هذه طبعا احنا موجوده عندنا ديجيتال، تكون 24 و 0، انت تبي توصلها للسنترال بروسيسنج يونت انه في صوره 0 فولت و 5 فولت. طبعا احنا عارفين في اللوجيك، حتى في اللوجيك جيتس واللوجيك ديفايسز يمثلوا في الصفر بصفر، والواحد يمثلوا فيه بخمسة فولت. فأنت محتاج إلى انترفيسنج إنبوت. وبالإضافة شنو وظيفة الانترفيسنج؟ أنك أنت حتى تكون هي دائرة عندها القدرة على العزل ما بين المحيط الخارجي والسنترال بروسيسنج يونت. لأن السنترال بروسيسنج يونت لو صلها أي دامج حيخرب السيستم بالكامل اللي هو الكنترولر هذا. فالانترفيسنج بالنسبه للبي ال سي جاهز، غير اعلق انت مفاتيحك، اعلق كذا، اعلق سويتشاتك، جيب السنسور، اهم شيء على نظام الفولتيه تمشي مع الانترفيسنج هذا. والانترفيسنج عباره عن انه وش يدير، ينقل المعلومه من السنسور الى داخل السنترال بروسيسنج يونت. فموضوع بواتي جاهز. في الكمبيوتر انت محتاج الى شوية تحويرات، وتبي دائرة حماية عشان تحمي الكمبيوتر، يا كلمة هكي امجر يعني تنحرق المذر بورد بالشكل هذا. Are easily programmed and have an easily understood programming language. هي في الواقع هو البي ال سي اللغة متاعتها سهلة وسهلة الفهم. Which is primarily concerned with logic and switching operations. الفكرة ان اللغة هذه كانت تستخدم عند جماعة من اللي هم يستخدموا في الالكتروميكانيكال ديفايس. مش قلنا هي البي سي هو استبدال لمنظومة الالكتروميكانيكال ديفايس كنترولرز. فاللغة الالكتروميكانيكال ديفايس ربطا مش عبطا يستخدموا في السولينويد فالف، يستخدموا في counters, timers, relays، كل بشكل ميكانيكي كهربائي. عندهم لغة لربط هذه العناصر واستخدامها اسمها ladder diagram. لغة ladder diagram البي ال سي هو بما انه وجه استبدال للسيستم اللي هو الالكتروميكانيكال كنترولرز، جاء استبدالها، فلازم يكون بلغة تمشي مع الجماعة اللي انت، لانك انت تبي تقنعهم بمنتج او بشيء معين، لازم يكون يلبي لهم جميع الطلبات اللي فاتن، ويكون عاطيهم مزايا يخلّنهم فعلا يسيبوا السيستم اللي فات ويرد يجوك للسيستم الجديد. طبعا الكلام هذا هو ما هو سيستم جديد يعني من 69، لكن الى الان هو المستخدم وهو المهيمن في عالم الصناعة. احنا نتكلم في 2020، هو المهيمن فعلا في عالم الصناعة. يعني تقريبا 40 سنة
من الهيمنة ولا أكثر من 40 سنة، قريب 60 سنة أو 50 سنة. عموما the overall PLC process is very simple. A PLC measures or senses coming signals from a machine or process. Then through its internal program, the PLC provides control back to machine.